مبروك على الجائزة، ودي حاجة طبعا رمزية. هل حضرتك متوقعة 25 يناير يحصل صالح جديد للنساء؟ ما بحبش تخصيص الأمور نساء ورجال للكثوريين، يعني كنساء ورجال هم الاثنين. هو النساء موجودين في الثورة من يناير، وكان لهم دور مهم جدا. حتى الأم اللي كانتش بتقدر تعمل حاجة كانت بتقعد تعمل سندوتشات للثوار. أعتقد أن ده دور، يعني المرأة لها دور. يمكن مثلا في بعض البنات الصغيرين أو مش بنات، الشابات يعني، تمردوا وتمرسوا في فنون القتال وبيروحوا الصف الأول. ده أعتقد أن هو وليد الموقف، بس ده معناه أن المرأة من جواها المرأة قوية مش ضعيفة. حتى وجودهم في لما كنت أنا بخش شارع محمد محمود، كان من غير حتى لما أساعدهم في حاجة، وجودي وسطيهم كانوا بيقولوا إن هو بيدينا دافع كبير، وبيدينا حماس وبيدينا أمل. فالمرأة دور طبعا كبير يعني، وهي دورها موجود من أيام يناير، لكن طبعا سلط الضوء عليه أكتر مع الوقت بسبب الانتهاكات اللي تعرضت لها. كان ممكن يتعرض لها رجال وبيتعرض لها رجال، لكن طبعا كفكرة إن أنثى تتعرض للتعرية أو كشف عذرية أو ضرب مبرح، فالمجتمع بيقول طب ليه يعني، دي كائن ضعيف عمرها ما هتقدر تضرب الرجل. طب ماشي، نقول الرجل يعني ممكن في تبرير انه ممكن يقدر يضربك، مع اني مش مع ده يعني. فطبعا ده قضيه مهمه جدا، وكويس ان هي اثارت، لان انا اعتقد دايما على يقين وبقولها، من لا يستطيع ان يحمي امراه لا يستطيع، لا يمكن ائتمانه على وطن. يعني دي كان تقريبا كشف الوجه الاوحل للمجلس العسكري، وده كان ممكن كان لازم يحصل من ايام سمير ابراهيم، كان لازم يحصل من اياميها طبعا. ما حصلش. طب والايام القادمه حضرتك هتفعلي قضيه جنائيه ضد من اعتدى على حضرتك؟ طبعا انا رفعت قضيه اوريدي، بس بقى همي الاكبر دلوقتي مش القصاص لنفسي، همي الاكبر انا يعني، انا لو شفت مصر حره، شفت مصر بيحكمها نظام ديمقراطي، يحاكم كل قاتل وان كان المشير نفسه، طبعا ده هيخليني انا بالنسبه لي كده خلاص ابقى يعني مرتاحه مطمنه، مش عايزه حاجه لنفسي. انت شايف مصر راح على فين بعد موضوع المحاكمات حسني مبارك لحد دلوقتي، الضباط اللي خدوا براءه، يعني ايه حضرتك وجهه نظر حضرتك من الايام اللي جايه؟ لا، هو ما فيش محاكمات للقتله هتحصل في وجود المجلس العسكري، لازم كلنا نكون متاكدين من ده. لا محاكمات ضباط ولا محاكمات حسني مبارك، كلها محاكمات هزليه، لان هم جزء كبير من النظام السابق، وهم لو تورطوا في هذا ستكشف لهم ملفات فساد رهيبه، هم دلوقتي برضو بيلعبوا على ده. فلا يعني، هو رحيل العسكر بدايه المحاكمات العادله يعني، قبضات القصاص. هل في مؤشرات لرحيل العسكر؟ طبعا. هو ايه المؤشرات دي؟ هو قبل كده كان عنده خيارات، هو دلوقتي ما عادش عنده خيار، هو هيسلم السلطه. خياره بقى في حاجه من الاثنين، يا يسلمها بسلم يا يسلمها دم. هو لم يعد امامه خيارات، خلاص الموضوع منتهي، مفيش امامه خيارات. بقول يعني هل في مؤشرات او في ضوء لتسليم السلطه سلميا؟ ما اعتقدش. طب والبديل؟ والله البديل بقى ده ان احنا نضرب ونضرب. هو ده البديل يعني، نبقى مستنيينهم يضربونا ونمسك طوب ونضرب. حضرتك هتتوقعي طبعا معارك اخرى بعد مجلس الوزراء وبعد ميدان التحرير؟ عشان الناس على فكره ناسيه ميدان التحرير حصل فيه قتل اثناء مجلس الوزراء، هل الكلام ده مستمر لسه؟ تتوقعي فيه معارك اخرى؟ طبعا لازم هيحصل. الصدام لازم يحصل. الصدام لازم يحصل، لان الحق لا يطلب، الحق ينتزع. ده لازم هيحصل. شكرا دكتوره غاده، والف الف مبروك. ربنا يخليك. شكرا لك.